حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة صحفية جديدة من الرافدين في صدى الأقلام. نبدأ بأهم العناوين. في صحيفة المدى، كاتيوشا الرئاسات تصل الحلبوسي بعد أيام من تسلسل فصائل إلى القرمة. نقرأ في صحيفة الزمان، تهديد سلم الأهلي مرفوض واستمرار الاعتداء على المطارات ينذر بعواقب وخيمة. نطالع في الشرق الأوسط، وزير الدفاع الأمريكي يقول بوتين قادر على شن حرب لكنه لم يتخذ القرار بعد. في موقع يقين نت نقرأ، الجمعيات الفلاحية في ديالى تحدد موعدا لتظاهرة غاضبة للمطالبة بحقوق المزارعين. في القدس العربي، العراق زيباري يتلقى أو يلتقي سياسيين لضمان الرئاسة، والاتحاد يذكر بإقالته بسبب الفساد. في صحيفة واشنطن بوست، إذا اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية فستكون طويلة ودموية. وفي موقع عربي 21، ترجيح تمديد ولاية بعثة أونسميل الأممية في ليبيا. العوائل النازحة بين التهميش والإهمال، هذا عنوان صحيفة البصائر بقلم إياد العناز، وجاء في مقاله: إن النازحين في العراق يمرون بمعاناة كبيرة منذ سنوات، ويعيشون في مخيمات رسمية وغير رسمية محفوفة بالمخاطر في أغلب الأحيان، ونشعر ببالغ القلق من تفشي المرض في المعسكرات بعد ظهور إصابات ميدانية وصعوبة تنفيذ التباعد الجسدي وعز الحالات المشتبه بها. هم أطياف شعبنا العراقي، أبناء هذا الوطن الغالي، المحتسبون لله المتوكلون عليه، الصابرين على مكابداتهم، السعون لحياة حرة كريمة، المضون لتحقيق المستقبل المنشود لأبنائهم، المكافحون من أجل لقمة العيش الكريم. هم النازحون الذين يعانون ويكابدون قسوة الظروف وصعوبة الحياة وظلم وجور الأدعياء الذين تخلوا عن شعبهم، ولم تتحرك ضمائرهم وتستفق إنسانيتهم وتنبض قلوبهم وجعاً وألماً لمعاناة النازحين، وهم يواجهون قساوة الطقس والأجواء الباردة وسوء الخدمات المقدمة لهم والوعود الكاذبة بعودتهم لمنازلهم ومحالهم وذكرياتهم بعدما نالت منها المواجهات العسكرية والأمنية في الأحداث التي جرت قبل سنوات في مواجهة الإرهاب التي جرت على مدنهم وأقضيتهم، ولم يتم الإيفاء بصدق التصريحات حول عمليات بناء وإعمار بيوتهم وتسهيل عودتهم وتقديم الخدمات الكفيلة بحياة أفضل وإعادة البنية التحتية من شبكات المياه ومحطات الكهرباء والتعويض المالي والنفسي وفق المعايير الإنسانية التي تحفظ كبرياء وكرامة هذه العوائل الأصيلة الذين تركوا ديارهم مرغمين بعدما طالتها معاول الهدم والتخريب وقذائف الهاونات وصواريخ الطائرات، وبعدما طلب منهم البقاء والدفاع عنهم، فإذا هم أصبحوا وقوداً لنيران والمواجهات العسكرية. أمام هذه المشاهد الإنسانية المؤلمة والواقع المرير للأسر النازحة، نرى أن موقف حكومة بغداد يبتعد عن التعامل الميداني الصحيح، بل إن التزام الحكومة ضعيف، ولا زالت هناك عقبات عدة لم تستطع المؤسسات الحكومية معالجتها على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على هذه المأساة. من يحاسب من؟ بقلم عوني القلمشي. كي لا ننزعج أو نزعج مقتدى الصدر وأحباءه القدامى والجدد من الانتهازيين والوصوليين، سنسلم أن مقتدى وبعد فوزه بالانتخابات أصبح الزعيم الأوحد لشيعة العراق والمقاومة العنيد والأخ الأكبر وصانع الأمراء والملوك
إلى آخره بحسب تعبير الكاتب، ونعترف بنجاح تحالفه مع متزعمي الطوائف وحيتان الفساد كمحمد الحلبوسي، مسعود البارزاني وغيرهما. ونقرأ أيضا نجاحه في تقزيم دور نور المالكي سياسيا واحتمال التحاق أصحابه الأشرار طبعا بركب مقتدى مثل هادي العامري وعمار الحكيم وفالح الفياض وقيس الخزعلي. لكن من الصعب جدا القفز على الحقيقة والقول إن مقتدى أصبح بين عشية وضحاها رجل الإصلاح ولديه مشروع لبناء العراق، لأننا إذا فعلنا ذلك سنزعج عموم الشعب العراقي، الذي وصف مقتدى وصحبه الأشرار في عملية المحتل السياسية باللصوص على وفق الكاتب. أما ادعاؤه بمحاربة الفساد وتجريد الميليشيات من سلاحها فهذا كذب وافتراء، إذ كيف يكون مقتدى ضد الفساد ويقيم في نفس الوقت تحالفاته مع حيتان الفساد والمحاصصة؟ أليس من المفروض والمنطق أن يتحالف على الأقل لذر الرماد في العيون مع الفائزين الجدد من المستقلين الذين وصف بعضهم بالوطنيين والبعض الآخر بممثلي ثوار تشرين؟ علماً بأن عدد مقاعد المستقلين تجاوز عدد مقاعد حلفائه الفاسدين مثل الحلبوسي وبارزاني. بمعنى آخر أشد وضوحاً كيف لمقتدى محاربة الفساد والتحالف مع رؤوسه في نفس الوقت؟ أم أن الحلبوسي وبارزاني أصبحا بقدرة قادر من المصلحين أيضاً؟ ما يقوم به مقتدى ليس جديداً، فسبق له استخدام مثل هذه الأساليب الملتوية والمبتذلة ونجح في تأمين حصته من جسد العراق طيلة سنوات الاحتلال. فعلى سبيل المثال نال مقتدى في حكومة نور المالك الأولى 30 نائباً وأربع وزراء، وفي حكومته الثانية 34 نائباً وسبعة وزراء، وفي حكومة حيدر العبادي 36 نائباً وخمس وزارات، وفي حكومة عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي كان له 54 نائباً وعدداً كبيراً من وكلاء الوزارات ومدراء عامين ومستشارين وأعضاء في الهيئات الخاصة والمحافظين ومجالس البلديات، بالإضافة لعشرة السفراء في مختلف أنحاء العالم. الهدف من وراء هذه الادعاءات الكاذبة كما يقول الكاتب هو الاستحواذ على حصة الأسد هذه المرة ورمي الفضلات لصحبه الأشرار، وخير دليل على ذلك أعلن مقتدى مبدأ جديد لتوزيع المناصب الوزارية ينال بموجبه الفائز الأكبر حصة الأسد، واشترط أيضا أن تكون الشخصيات التي ستكلف بإدارة الوزارات في الحكومة الجديدة شخصيات مرتبطة به وبحلفائه وحرمان الفائزين المستقلين منها كما كان معمولا به في الحكومة المنتهية ولايتها على وفق تغريدة مقتدى نفسه. نبقى مع عون القلمشي، فإذا كانت لغة الباطل المنتصر هي التي تسود اليوم على الرغم من بطلانها، فمن المعيب جدا أن يروج لها وطنيون عراقيون يرفضون العملية السياسية ويقفون ضد الاحتلالين الأمريكي والإيراني تحت ذريعة واهية تقول دعونا نمنح الرجل فرصة أخرى. ونسي هؤلاء الوطنيون جدا أنهم بدعوتهم هذه إنما يشاركون في سفك مزيد من الدم العراقي وسرقة المال العام وتخريب البلاد والعباد، فسجل مقتدى في هذا الخصوص شديد السواد. على يقين بأن حبل الكذب الذي بيد مقتدى قصير جدا، فالشعب العراقي لن يخدع هذه المرة لا بالمجلس النيابي ولا بالحكومة التي ينتجها، كما لن تغريهم شكل هذه الحكومة سواء كانت حكومة أغلبية وطنية أو توافقية، كما لا يعني له شيئاً الجهة التي ستشكلها أو البرنامج الذي تتبناه ما دامت نفس الوجوه الكالحة باقية في سدة الحكم. وعلى هذا الأساس لا أجازف إذا قلت بأن الموجة الثالثة من ثورة تشرين آتية لا ريب فيها وبقوة أشد وزخم أكبر ومشاركة أوسع، فأطراف عملية الاحتلال السياسي توفر مع مرور الأيام المبررات الكافية جداً لانتشار الأفكار الثورية التي تدعو لإسقاط العملية السياسية برمتها. هذا ليس وهماً أو أضغاث أحلام، فمهما امتلك هذا المحتل وعملاؤه في المنطقة الخضراء من قوة، ومهما ازدادت مجموعة الساقطين اجتماعياً وأخلاقياً الذين يرقصون مع القوي مقابل دراهم معدودات،
فإن إصرار الشعب العراقي على الثورة ضد هؤلاء الأشرار لن يتزعزع أبداً، وسيأتي اليوم الذي تكتمل فيه كل عناصر الانتصار ويتمكن شعبنا من تخليص العراق من محنته التي طالت كثيراً، ويعيد للعراق هيبته ومكانته التي تليق به. إن هؤلاء الأشرار سواء شكلوا حكومة أغلبية وطنية أو حكومة توافقية فإنهم لن يتوقفوا عن السرقة وارتكاب الجرائم، وهذا الأمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان، إذ اعترفوا جميعا بذنوبهم أمام الملأ من دون خوف أو خشية، خصوصا أن ما يسمى القضاء العراقي المستقل بحسب تعبير الكاتب طبعا قد تكفل بحمايتهم من أي عقاب حتى وإن ثبتت التهمة عليهم. أزمة الغاز بين إيران وتركيا بقلم إسماعيل يشا. فقد أعلنت إيران أنها أوقفت تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا لمدة 10 أيام بدءاً من 20 من هذا الشهر بحجة وجود عطل فني، وتسبب ذلك أيضاً في أزمة بإنتاج الكهرباء وتوزيع المصانع بالطاقة في تركيا. أثار أيضاً هذا الموضوع علامات استفهام بشأن صحة التسويغ الإيراني وحقيقة خطوة إيران ومدى علاقتها بالتوجه التركي الأخير نحو المصالحة مع دول الخليج. قبل فترة برنامجاً اقتصادياً جديداً للحيلولة دون تدهور قيمة الليرة التركية، ويعتمد نجاح هذا البرنامج على الإنتاج والتصدير. وفي ظل عملية الإنتاج الجارية على قدم وساق تحقق الصادرات التركية أرقاماً قياسية، ومن المؤكد أن قطع الكهرباء عن المصانع التي كانت تعمل بكل طاقاتها في حال استمراره لفترة طويلة سيؤدي لعرقلة عملية الإنتاج وسيشكل ضربة لخطط البرنامج الاقتصادي الجديد، كما سيحرج الحكومة أمام الشعب التركي ليظهرها كحكومة عاجزة عن توفير الطاقة في عز الشتاء. هناك أمر آخر يرى محللون أنه مرتبط بخطوة طهران الأخيرة، وهو أن أنقرة تسعى في الآونة الأخيرة إلى ترميم علاقاتها مع عدد من دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية وحتى أرمينيا، وبدأت الجهود المبذولة للمصالحة تؤتي أكلها. وزار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان العاصمة التركية في نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر، وأعلن الرئيس التركي أنه سيقوم بزيارة كل من الإمارات والسعودية في فبراير شباط القادم. كما انطلقت مباحثات تطبيع العلاقات بين أنقرة وإيرفان قبل حوالي أسبوعين باجتماع ممثلي البلدين في موسكو. الخبير في شؤون الطاقة المستشار في وزارة الخارجية التركية جان إرجان ذكر أن تراجع اعتماد تركيا على روسيا وإيران في استيراد الغاز الطبيعي هو بشكل ملحوظ حصل في غضون 15 سنة لينخفض إلى نحو 45% من إجمالي واردات تركيا من الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان أكثر من 82% في عام 2005، وأن نسبة وارداتها من الغاز الإيراني كانت 11% فقط في عام 2020، مما يعني أن أنقرة تدرك مدى خطورة هذا الاعتماد على مصالحها القومية وخططها المستقبلية واستقلالية سياستها الخارجية. ما العقوبات التي قد يفرضها الغرب على موسكو بسبب أوكرانيا؟ هذا التساؤل خلصت البي بي سي إلى أن العقوبات الاقتصادية تكلف ثمناً باهظاً على من يرفضونها، فقد تناول تقرير لبي بي سي تهديدات الولايات المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، في وقت يرفض الدبلوماسيون الغربيون تحديد العقوبات بغية إبقاء روسيا في حال تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة. وقال التقرير إن القيود المالية تمثل أحد الإجراءات التي ينظر فيها حالياً في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم سويفت، وهو خدمة لإرسال الأموال عبر العالم، ويستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأعضاء البرلمان إن منع روسيا من ذلك سيكون سلاحاً قوياً، ومن شأن ذلك أن يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.
وذكر التقرير أنه تم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران في عام 2012، حيث فقدت طهران عائدات نفطية كبيرة وجزءاً كبيراً من التجارة الخارجية. لكنه استدرك أن هذه العقوبة ستكون لها تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة بالمؤسسات المالية الروسية. أضاف تقرير البي بي سي أن صعوبة الرئيس التي واجهها الغرب تكمن في تقرير العقوبات التي يجب أن تفرض على روسيا وتوقيت فرضها، إذ إن هناك اختلافات بين الدول بهذا الشأن. نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا انتقد وجود أطفال في سجن الحسكة الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية قسد، مؤكدة أنه ما كان يجب أن يكون هناك، وكان هناك ضحايا من الأطفال الذين يوجدون في السجن بزعم أنهم يمثلون خطرا بسبب أنهم من أبناء أفراد التنظيم. إن الصبية ينامون في السجن في مجموعات، تتكون كل مجموعة من حوالي 15 فرداً في زنزانة بلا نوافذ، ويحصلون على الهواء النقي ويرون الشمس أثناء زيارتهم إلى الفناء المحاط بسور، لكنهم لا يستقبلون أي زائر، وتتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاماً، ولم يتلقوا أي تعليم منذ أن تم احتجازهم قبل 3 سنوات أو أكثر. وقال المتحدث باسم قسد فرهاد شامي في 26 من كانون الثاني يناير للصحيفة إن القوات استعادت السجن بعد أنباء عن مقتل مئات المقاتلين، ولكن مصير مئات الأولاد الذين أخذوا كرهائن واستخدموا كدروع بشرية لا يزال محل تساؤل. ويعيش 10,000 من الأطفال المحتجزين في السجون ومعسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا لأن والديهم ينتمون إلى التنظيم. ويقول عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان إن احتجاز الأطفال يعاقبهم على خطايا أبائهم ويمكن أن يغذي التطرف. ونقلت عن ممثل منظمة الأمم المتحدة الطفولة يونيسف في سوريا أبو فيكتور نيولد قوله إنه بموجب القانون الدولي فيجب أن يكون احتجاز الأطفال الملاذ الأخير، ولم يؤخذ في الحسبان الجانب الكامل لهؤلاء الأطفال كضحايا لظروفهم ويعيش 10,000 من الأطفال معظمهم من السوريين والعراقيين في المخيمين الرئيسين في المنطقة، فضلا عن 1,000 الأطفال من جنسيات أخرى بحسب ما قاله مدير المعهد الأمريكي للاستهداف والقدرة على الصمود لمكافحة الإرهاب أردنيان شاكوفيتشي الذي بحث هذه القضية. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، في محافظة المنيا وسط مصر يوجد مصنع يعلوه فنار تخرج منه أدخنة صناعة عتيقة تحيطه أكوام ضخمة من أعواد قصب السكر الشهيرة داخل هذا البناء الشهير في صناعة العسل الأسود، ولا تهدأ نيران تحت أحواض كبيرة تستوعب أنهارا من أعواد القصب بعد أن عصرت داخل ماكينات. عصر تلك الأعواد بحسب أحد الصناع هو المرحلة الثانية بعد جمعها في تلال ضخمة بجوار المصنع ونقلها بجرار زراعي صغير إلى عملية العصر. تخضع هذه المرحلة لنيران تصل درجة غليان تصل إلى درجة غليان شديدة تحت إشراف طهات يتمتعون بسنوات خبرة طويلة تكشفها حركات ملاعق ضخمة يقلبون بها هذا العصير. وتتركز صناعة العسل الأسود في الوجه القبلي من مصر تستمر نحو 4 أشهر، تبدأ من حصاد محصول قصب السكر في شهر تشرين الثاني، تستمر حتى آذار من كل عام. واحتلت مصر المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة للعسل الأسود قصب السكر بحصة 5% من حجم تجارته العالمية، أي بقيمة 23 مليون دولار حتى عام 2011 وفق أحدث بيانات نقلها إعلام محلي. قبل الختام نبقى مع وقفة قصيرة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم في صدى الأقلام، نلتقيكم غدا بإذن تعالى، إلى اللقاء.